اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق. إذا استمعنا لهذا الجانب من الدعاء وسنستمر هذا الدعاء في ليلة 27 من رمضان في القيام يأتينا مباشرة من القدس. لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مغيث النفاق اللهم أغثنا في أرض فلسطين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لك الحمد في الإسلام ولك الحمد في القرآن ولك الحمد في المال والأهل والمعافى رزقت رزقنا وأمرت أمنا وتمتع جلبنا ومن كل مسائلك ربنا وفيدنا ولك الحمد كثيرا كما كنت كثيرا ولك الشكر كثيرا كما كنت كثيرا اللهم انا نعوذ برجاك من سخطك وبعذابك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسي اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعالي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا
اللهم اجز عنا
نبينا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته واولنا حوض الشريف واسقنا من يدي شربة هنيئة مليئة لا ظما بعدها ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اظلنا لعرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم.